بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو راح نشوف الثيرمال تريتمنت اوف بريسيبيتيت، وهي اخر مرحلة تقريبا في التحليل الوزني جرافيمتريك اناليسيس قبل ما نحن نعمل حساباتنا، اللي هي انه نعالجه حراريا. لان في هذه المعالجة الحرارية عادة ما بتكون الاهداف اني اتخلص من، او الهدف الرئيسي والاساسي الكبير اني احصل على وزن ثابت للراسب، وهذا الوزن الثابت للراسب هو اللي راح يساعدني في تحديد كمية الانالايت الاساسية. فالان في عندي انا اوبجكتيفز لعملية الثيرمال تريتمنت او المعالجة الحرارية. من هذه الاوبجكتيفز او الاهداف اني اتخلص من اي سولفنت، لانه نحن بنهاية المطاف بنستخدم بيكر، وداخل هذا البيكر مثلا بنرسب المادة اللي بدنا اياها، لكن هذه المادة تم ترسيبها من سوليوشن، ففي عندي انا هون سولفنت. لان هذا السولفنت لما اروح انا اعمل فلتريشن لهذا الراسب راح يبقى منه على الراسب، فبالتالي عشان تخلص منه نحن بنضيف او بنعمل عملية الثيرمال تريتمنت، يعني بين قوسين بنسخن او بنجفف بين قوسين. او اذا كنا استخدمنا مثلا في عملية الواشنج في الفلتريشن استخدمنا اي مركبات متطايرة، فعليا نحن بنطرد هذه المركبات المتطايرة. والهدف الكبير زي ما حكيت من قبل انه انا احصل كونستانت ويت، وزن ثابت. اذا كان في عندي انا وزن ثابت بقدر من خلاله اقدر اجيب كم تركيز وكمية الانالايت الاساسي. لكن اذا كان هذا الوزن فيه مشاكل انه مثلا مع الحرارة بنقص او بزيد او ما الى ذلك، بالتالي رح يعطيني خطأ في حساباتي. فهدف الثيرمال تريتمنت زي ما حكيت اني احصل وزن ثابت. الان ثيرمال تريتمنت ممكن نعمله على ضرب من الضروب التالية، اما بان نعمل دراينج تجفيف. وفي الدراينج عادة بيكون شكل الراسب هو عبارة عن الشكل اللي انا بدي اوزنه. ايش يعني؟ يعني انا رحت مثلا كان عندي الانالايت تاعي هو الاي جي بلس، واضفت عليه السي ال ماينس، ورسبته على شكل اي جي سي ال. الان هذا الراسب المتكون هذا الشكل هو الشكل فعليا اللي انا حروح اوزنه، هذا الشكل اللي راح اوزنه. فبالتالي اذا كان الشكل الاساسي او المتكون هو نفس الشكل اللي انا راح اروح اوزنه، نعمل عملية تجفيف عادية. وفي عملية التجفيف العادية فقط بنعرضه مثلا للروم تمبرشر او درجات حرارة 50 60 70 100 بالكثير، عشان بس اذا كان في سولفنت نطرده ليس الا. برضو اذا كان في عندي خوف انه هذا الراسب بيتكسر بالتسخين الكبير او العالي عند درجات حرارة عالية، بنعمله تجفيف بسيط. طبعا هذه العملية بتتم عملها من خلال كروسابل و اوفن، يعني الكروسابل هي الجفنة، او ممكن نحن هذه فلتر بيبر ممكن نحطها داخل الاوفن ونحطها على درجة حرارة من 100 الى 150، وبالتالي يتم عملية التجفيف. طب هذا اذا كان الشكل المتكون هو عبارة عن الشكل اللي انا بدي اوزنه. طيب خلينا نفترض انه انا المادة اللي تكونت معي هي عبارة عن Fe2O3.NH2O، بدي اروح اوزن هذه المادة. مبدئيا انا ما بعرف قديش فيها مي، فبالتالي هذا الشكل ما راح اقدر اوزنه بهذه الطريقة، وعملية الدراينج في هذه المركبات التجفيف الطبيعي ما بنفعش. اذا لازم الجأ الى طريقة اخرى. هذه الطريقة الاخرى بسموها الاجنيشن او الحرق، يعني بدي احرق الراسب. وهذه فقط لما يكون عندي انا الشكل المترسب او الراسب هو ليس الشكل اللي انا بدي اوزنه. يعني زي ما حكيت قبل شوي انه الايرون 2O3.NH2O هو الراسب، هو الراسب، لكن ليس هو اللي انا بدي اعمل له توزين. ما بعرف اذا توزين كلمة عربية. anyways، فبالتالي لازم اروح اعمل له ignition حرق عشان اتخلص من هذه المي واطردها بريت الكريستال. فبالتالي بحول هذا المركب من شكل غير معروف او من صيغة غير معروفة الى صيغة معروفة قابلة للوزن. هون بنشوف اكثر من مثال، واغلبها زي ما بلاحظ فيها مي. بعادة هذه المركبات لما يكون فيها مي بيكون في عندنا مشكلة فيها، فبالتالي بنلجأ الى مسألة الاجنيشن او الحرق. شوف مثلا المركب الاخير اللي هو الكالسيوم اوكزاليت الهيدريتد سولت، هذا لما نحرقه فعليا ما بنحصل CaC2O4، نو بنحصل CaO. فهذا دليل انه هذا المركب اول شيء انه البريسيبيتيتنج فورم مش هو الويينج فورم، هذه واحدة. اثنين انه هذا مركب بيصير له ديكومبوزيشن،
أو تكسر. ليش؟ لأنه الكالسيوم يعني لو حرقناه وتخلصنا من المي حيكون في عندي كالسيوم أوكساليت، وهذا مع درجات حرارة راح يتم راح يعطيني كالسيوم بلس سي أو تو، والسي أو تو هو عبارة عن غاز راح يطلع. فبالتالي إذا صار لي ديكومبوزيشن فعليا لازم نعرضه إلى إجنيشن عشان نتخلص أو نتجنب هذا الخلل اللي ممكن يصير معنا في خروج غاز السي أو تو إذا عملنا له دراينج طبيعي، تجفيف طبيعي. عادة ما بنعمل عملية الإجنيشن من خلال استخدامنا الكروسابل جفنة، وداخل هذه الجفنة نضع الفلتر بيبر ونعملها تسخين على بنسن بيرنر على لهب بنسن علشان نحرق الفلتر بيبر فقط لا غير. فالفلتر بيبر راح نحرقها راح تطير مع راح تتحول إلى ووتر والسي أو تو فراح يتبخروا. بعد هيك بنضع الكروسابل داخل الأوفن أو فيرنس اللي هو الفرن، وهذا الفيرنس أو الفرن أو المافل بيكون عند درجات حرارة عالية جدا. فإما أن بنحرق عن طريق بنسن بيرر وهذه مش كثير شائعة لأنه درجات حرارة ما بتكونش عالية كفاية، أو أن الكروسابل بنحط داخلها الفلتر بيبر بعدين بنحطها داخل الأوفن بنحط درجة حرارة على 1000 سلسيوس، فبالتالي بنحول الشكل من شكل غير معروف إلى شكل معروف قابل للتوزيع. طبعا درجة حرارة الفيرنس أو المفل تعتمد على إيش هو الراسب المتكون. عادة ما بتكون درجة حرارة توصل إلى 1000 و1200 و1300 درجة، وعملية الحرق بتتم من ساعة إلى ساعتين في المتوسط تقريبا. لو أخذنا هذه الأمثلة الثلاثة علشان نميز بين الإجنيشن والدراينج، فبنلاحظ مثلا أنه الـ AgCl والباريوم سلفيت كلاهما عبارة عن الشكل اللي ترسب وهو الشكل اللي بدي رايح أقيس الوزن. فإذا أنا أعرضته إلى درجة حرارة يعني رفعت درجة حرارة هذا أو سخنته أو جففته عن درجات حرارة عالية، بنلاحظ مثلا الـ AG أنه تقريبا في ثبات في الوزن بعد 200 سلسيوس، أو حتى قبل يمكن 150 سلسيوس. فبالتالي هذا الوزن هذا بينفع له دراينج تجفيف طبيعي في أوفن. برضو الباريوم سلفيت بنلاحظ أنه مثلا الفرق بين أعلى قمة وأقل شيء هو فرق قليل، وبالتالي ما بيحتاج درجات حرارة عالية جدا، فهي برضو بنطبق عليها مسألة الدراينج. طبعا ليش؟ لأنه بكون مثلا على الكريستال من برا على البلورة من برا في عندي سولفنت، فبالتالي فقط سولفنت هو المي بالعادة بيكون في هذه الحالة، فبالتالي بس أنا بدي أطير المي. درجة حرارة 150-200 بتكون كافية لهذا الموضوع. يعني مش كل الأملاح اللي فيها مي ممكن تخلص من المي من خلال الدراينج اللي هو تجفيف عند 150-200 درجة سلسيوس. مثلا الألمنيوم إذا احنا رحنا عرضناه لدرجات حرارة ممكن عند درجة حرارة أكبر من 110 نتخلص من الرطوبة الموجودة فيه، لكن الألمنيوم أكسايد لكن ما رح نقدر نتخلص من المي. ليش؟ لأن المي جزء من الكريستال في هذه الحالة، فبالتالي بنروح نلجأ إلى الإجنيشن اللي هو الحرق، وبالتالي بتحول هذا الشكل من ألمنيوم هيدروكسيد هيدريتد سولت إلى AL2O3. بالتالي هذه المي في عملية الإجنيشن بتروح أوتسايد، ومنه بنحتاج إلى درجات حرارة فعليا أكبر من 1000. المثال الأخير الكالسيوم أوكساليت هيدريتد سولت، لاحظ أنه إذا سخننا بنفقد تسخين لغاية 150 أو 200 درجة تقريبا، لغاية 200 درجة خلينا نحكي بنفقد المي، لكن إذا زدنا درجة حرارة لغاية 400 بنفقد السي أو تو، بصير عندي كالسيوم أوكساليت بفقد مع درجة سي أو تو، بالتالي بصير عندي كالسيوم كربونيت كالسيوم كربونيت. لأن هذا الكالسيوم كربونيت إذا سخننا بالزيادة نحصل على الكالسيوم أكسايد، فبالتالي هذا هو اللي راح نحن نروح نعمل له ويينج توزين. في كل هذه المراحل هذا المركب مثلا بيصير فيه ديكومبوزيشن بين مرحلة والثانية، فبالتالي بدنا نحصل نحن الوزن الثابت لازم نرفع درجات حرارة لغاية 1000. هذا بسموه ثيرمال كيرف اللي هو بين درجة حرارة والماس، كل ما زادت درجة حرارة كل ما قلت فعليا الماس، بحكم ان احنا نتخلص من سولفنت او من اي مركبات متطايرة. اخر عملية في الجرافيمتريك اناليسيس او التحليل الوزني هو الشيء المتعلق فيه الحسابات. يعني بعد ما رسبنا نحن الانالايت او حولناه الى راسب
بشكل كيميائي معين، بيجيني مسألة اني اشوف المعادلات الكيميائية ايش بتحكي لي، واعرف بعد هيك كم تركيز او كمية الراسب اللي دخلت في العين او اللي كانت في الموجودة في العين. وبالتالي عشان انا اعمل هذه الحسابات بلزمني ان يكون معي قديش وزن العينة اللي اخذتها بالاساس، وهذه العينة اخذتها وعالجتها بطريقة بحيث انه الانالايت فيها تم ترسيبه على شكل معين، وهذا الراسب من الانالايت او المراد المادة المراد تحليلها له وزن معين، فلازمني وزن العينة ووزن الانالايت. بعد هيك اخذ انا الديفرنس بيناتهم، طبعا توزين عادة ما يتطلب ميزان تحليلي حساس جدا على الاقل بلس ماينس 0.1 ميلي جرام، يعني بقيس 4 ديسيملز في لما يأخذ وزن العينة أو وزن الأنالايت. الآن عشان نحن نسوي الإكسبرمنتال ديتيرمينيشن to calculate the weight of the analyte from the weight of the precipitate، أول شيء بلزمنا الجرافيمتريك فاكتور، وهذا أخذناه في سلايدات سابقة وحكينا إنه الجرافيمتريك فاكتور هو عبارة عن المولر ماس مثلاً للانالايت على المولر ماس للمادة المراد او اللي تم ترسيبها. ولازم نعرف ما يلي، ايش هي الستويكومتري للرياكشن، يعني نسبة التفاعل لبعضه، مثلا اد مادة A اللي هي الانالايت زاد البريسيبيتيتنج ايجنت B بعطيني مادة C اللي هي المادة اللي ترسبت ورحت اخذت لها الوزن، فلازم اعرف انا كم الفا وكم بيتا وكم جاما، يعني هل هي موزونة مش موزونة، لازم أعرف ستويكومتري. ولازم أعرف the weight formula of its weighing form، يعني إذا عرفت أنا المادة C كم جراماتها لازم برضو أعرف كم المولر ماس لهذه المادة، كم المولر ماس لهذه المادة والمولر ماس للأنالايت، هذه لازم تلزمني عشان أحدد G. وبعد هيك بشوف المعادلة الكيميائية ايش بتحكي لي، مثلا زي ما حكيت اذا كان عندك مثلا AG plus CL minus بعطيني AgCl مثلا، وكان الانالايت هو AG، هذا هو الانالايت ورسبته عن طريق البرسبتيتنج ايجنت اللي هو CL minus على شكل AgCl. لازم اكون بعد نهاية الشغل عرفت كم جرامات AgCl minus احولهم الى مولات من خلال القسمة على المولر ماس لهذا المركب. وبعد هيك مثلا اذا كان الانالايت هو الاي جي نحكي انه مولات الانالايت اللي هو الاي جي بلس يساوينا مولات الراسب اللي هو الاي جي سي ال ماينس، وبالتالي نعرف كم مولات الاي جي بلس ومنه بنضرب في المولر ماس نعرف كم الماس، وهالمجر. الان ابليكيشنز للجرافيمتري كثيرة، من ضمنها او الفرق بينها هو ايش هو البريسيبيتيتنج ايجنت العامل المرسب، هل هو عضوي غير عضوي، واذا كان عضوي شو حسناته وشو سيئاته، واذا كان غير عضوي شو حسناته وشو سيئاته. لو كنا بنحكي عن مرسبات غير عضويه فهذه عاده ما بتكون السلكتيفيتي تاعتها قليله جدا، يعني بتتفاعل مع اي شيء ممكن يكون موجود في السوليوشن. They can precipitate many anions and cations together with the analyte، يعني بإمكانه يصير في عندنا ما يسمى بالكو precipitation، وبالتالي هذه من مشاكل اللي هي الانورجانيك precipitating agent. من أمثلتهم مثلا ال HCl أو Cl- فعليا Cl- بيرسب ال Ag على شكل AgCl وبرسب ال Hg على شكل HgCl2. تتخيل أنه أنت بتحلل عينة وهذه العينة فيها Ag plus وبدك ترسبها عن طريق إضافة Cl minus، ولكن للأسف هذه العينة قد يكون موجود معها Hg plus 2، وبالتالي أنت حترسب AgCl وحترسب HgCl2، فبالتالي حيصير في عندك co-precipitation وبالتالي حيكون شغلك فيه مشكلة. ليش هاي المشكلة موجودة؟ لأن Cl ما فرق بين هذه الأيونات، فاللو selectivity بتؤدي إلى مشاكل في inorganic precipitant، مثل الامونيوم سلفايد. الامونيوم سلفايد بينتج عندي السلفايد، والسلفايد ايونز بتفاعل مع الاتش جي وبتفاعل مع السي دي وبرسبهم اثنيناتهم، وهذه مشكله. نحن بدنا عامل يرسب فقط الماده المطلوبه وليس كل شيء موجود في السوليوشن، فهذه من مشاكل الانورجانيك بريسيبيتانت. على النقيض من ذلك في عندنا الاورجانيك بريسيبيتانت او الاورجانيك بريسيبيتيتنج ايجنت العوامل المرسبه العضويه، وهذه اكثر
انتقائية، يعني فقط تتفاعل مع الانالايت اللي انا بدي اياه، ما تتفاعلش مع غيره. وعادة ما بتشتغل على مسألة الكليشن اللي هو العلاقة المخلبية مع الايون اللي انا بدي اياه. من امثلتهم مثلا، هذه امثلة كثيرة جدا، صوديوم تترا فينيل بوريت، وهذا مركب عشان نمسك بس الايرون، فاذا كان عندي ايرون في السوليوشن ومعه مواد ثانية فقط اللي حيتفاعل الايرون مع هذا المركب العضوي الخارجي. مثلا دي ام جي او الكينولاين بيتفاعل مع الام جي بلس 2 وينتج عندي هذا المركب. الدي ام جي دايميثيل جلايكوزين بيتفاعل مع النيكل وقس على ذلك، فبالتالي هاي فيها سيلكتيفيتي عالية جدا. هنا في عندي جدول يبين بعض الانورجانيك بريسيبيتنت و ايش ممكن يرسب. مثلا الامونيا ممكن ترسب البي اي بريليوم على شكل بريليوم اوكسايد، الامونيوم على شكل امونيوم اوكسايد والمجره. الصوديوم سلفايد، الامونيوم سلفايد ممكن يرسب الاتش جي والسي او، وفي عندنا لسه طويله عريضه جدا من هذا الموضوع. برضو فيه عندي هون الاورجانيك فانكشنال جروبس وايش ممكن يرسبوا، و المركبات اللي تحتيها خط هنا هي المركبات اللي احنا فعليا او هي الاشياء اللي احنا بنوزنها او بنقيس وزنها في نهاية المطاف. وهذا تقريبا كل ما يتعلق في الجرافيمتريك ميثودز من ناحية بريسيبتيتنج ايجنت، بريسيبتيت كيف نشكلهم، كيف الميكانيزمز وما الى ذلك. هذا والله تعالى اعز واعلى واعلم.